وصف الله القرآن الكريم بأنه كتاب هداية، فقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فمن تمسك به فقد تمسك بحبل الله المتين، ومن أعرض فقد سقط في هاوية لا قاع لها. والهداية من مقاصد القرآن التي وردت في مواطن كثيرة وتضمنت أكثر من معنى، فهي هداية عامة للخلق إلى ما يصلح معاشهم. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهي هداية خاصة للناس إلى ما يصلح آخرتهم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم شباب القرآن في موسمه الرابع، والذي تقيمه قناة يمن شباب الفضائية بالشراكة مع جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي رحاب فئة تنافسية جديدة هي الفئة الثانية التي يجري فيها التنافس بين حفظة كتاب الله ومرتليه. هذه الفئة هي فئة مزامير داود، والشرط في هذه الفئة هو إجادة ترتيل آيات القرآن الكريم بمقامات الصوت المختلفة مع حفظ 10 أجزاء يتنافس فيها 16 متسابقا قدموا من عدة محافظات يمنية. نبدأ معهم في هذه الحلقة، وهي أولى حلقات المرحلة الأولى، وسيكونون معنا ابتداء من هذه الحلقة وعلى مدى 8 حلقات ابتداء من هذه الحلقة، ليتأهل منهم 8 متسابقين فقط للمرحلة الثانية. وسيقوم معنا بتحكيم هذه الفئة وكما هي العادة وكما هو الحال رئيس اللجنة الدكتور الشيخ نجيب العامري والشيخ يوسف محمد علي، وهو مشرف قسم التوجيه في مدارس التحفيظ التابعة للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه، حاصل على بكالوريوس في علوم القرآن وحاصل على الإجازة بالروايات القرآنية، شارك في العديد من المسابقات المحلية والدولية، خبير بالمقامات الصوتية وعضوا محكم في مسابقة القارئ العالمي في دولة البحرين منذ العام 2015 وحتى 2023. كذلك أرحب بالشيخ عبد الرحمن الشرياني، وهو مجاز بالقراءات 7 وإمام وخطيب جامع عمر بن الخطاب في مدينة تعز. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، أنرتمونا في هذه الليالي المباركة وفي هذه الفئة الثانية معنا في رحاب شباب القرآن، أهلا وسهلا. ننوه أيضا مشاهدينا الكرام أن شرط الحفظ للمصحف كاملا غير مطلوب في هذه الفئة، وبالتالي سيسمح للمتسابقين القراءة من المصحف. نرحب بالمتسابقين معنا في الأستوديو في هذه الفئة، فئة مزامير داود، الحاضرين معنا خلف الكاميرات، وهم إسماعيل إبراهيم عياش جبريل من محافظة صنعاء، وعز الدين داود حيدر شرفي من الحديدة، وأبرار خالد عبد الواحد سيف من محافظة تعز، وحسن محمد أحمد إبراهيم من المحويت، أسعد خالد عبد الجبار العبسي من تعز، أسماء ثائر أحمد صبرة من تعز، خالد أحمد سبأ من ريمة، وأنس عادل عبد الجليل سيف من تعز، كذلك براء رشاد محمد مرعي من إب، وبشار عبد الملك السريحي من صنعاء، وعبد الله محمد أحمد عبده من تعز، وعزي حمود مرشد ميدي أو مهدي من تعز، كذلك مجد غمدان عبد السلام محمد من تعز، ومحمد عبد القادر علي سعيد من محافظة تعز، ومعاذ عبد الله شريف الأهدل من الحديدة، وأخيرا وداد عبد الهادي أحمد سعيد من محافظة تعز. سأختار المتسابق الأول معنا في افتتاحية هذه الفئة، فئة مزامير داود، في حلقتها الأولى كما هو الحال عن طريق القرعة. تعالوا لنأخذ القرعة ونتعرف على المتسابق الأول، ثم أترك المجال للجنة التحكيم، تعالوا معي. إذن عن طريق القرعة وكما هو الحال نتعرف على متسابقنا الأول لافتتاحية هذه الفئة مزامير داود من محافظة تعز، مجد غمدان عبد السلام
سنتعرف على مجد بالجرافيك الظاهر أمامكم الآن على الشاشة، وثم أترك الكلام والسؤال للجنة التحكيم، وعلى بركة الله. مرحبا بك يا أخ مجد، ونود منك أن تختار من رقم 1 إلى 6. 3. السؤال الأول: اقرأ مما فتح الله عليك مراعيا أحكام التلاوة وسلاسة التنقل بين المقامات الصوتية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. فتح الله عليك يا مجد. أسمعنا قول الله عز وجل في السؤال الثاني: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هذه الآية أسمعنا إياها بثلاثة مقامات مختلفة. سأقرأ بمقام الحجاز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. سأقرأ بمقام الكرد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن
إنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فتح الله عليك يا أخ مجد. السؤال الثالث سمعنا من قول الله تعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إلى قوله تعالى إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أحسنت فتح الله عليك يا مجد. استمعتم معنا للمتسابق الأول وافتتاحيات هذه الفئة فئة مزابير داود في مرحلتها الأولى مجد غمدان وتلك كانت قراءته بارك الله فيك يا مجد. هداية الله للإنسان مرهونة بإرادة الله وسابق علمه بأحوال خلقه فهذا سلمان الفارسي انطلق من بلاد فارس باحثا عن الهداية ومر ببلدان عديدة حتى وصل إلى المدينة فأسلم بين يدي رسول الله وهذا أبو لهب يقيم بجوار رسول الهداية وابن أخيه في القرابة فلا يزيد إلا ضلالا يقول جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين مشاهدينا الكرام كما هو الحال من هنا إلى الميدان لنتابع ما سيدور فيه ثم نعود لنستكمل باقي فقرات هذه الحلقة تابعونا. أهلا بكم. وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه كتاب هداية يقول تعالى في سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. المطلوب من قراء الشارع في الأرياف إكمال ثلاث آيات بعد هذه الآية بتلاوة صحيحة وبتجويد إن وجد للحصول على الجائزة كاملة تابعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. اسمك الكريم؟ مهندس عبدالله عبد الباسط. معتز. في مفهوم الهداية
يقول تعالى وصف الله القرآن الكريم بأنه كتاب هداية. يقول تعالى في سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اكمل لي بعدها ثلاث آيات وخذ الجائزة 50,000. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا إن وأنتم الأعلون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حيا ومرحبا. حياك الله. كيف حالك؟ الله يحييك ويعافيك إن شاء الله ربي. إيش اسمك؟ محسن عبد القادر بقاش محسن عبد الله القاسمي. ما شاء الله هذا كله اسمك. أوه. حلو يا محسن. أهلا وسهلا. القرآن الكريم كتاب هداية للناس. قال تعالى في سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. حافظ بعدها ثلاث آيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تزروا وزرة. لا دي ثانية. دي ثانية. وأنتم الأعلون. إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. واصل. إن يمسسكم قرح. فقد مس القوم قوما من قبل. يا محسن أنت تقريبا حافظ له بس مش مراجع له. مش مراجع له. طيب أغير لك السؤال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يقول دائما: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا سلام والعفاف والغنى. محسن عيد اللي اسمك من جديد كله. السلام قدر بقاش محسن الله قاسمي. ما شاء الله. مشاهدينا الكرام الأخ محسن أجاب عن السؤال الثاني في هذه الحلقة واستحق الجائزة من مقدمة من مياه عيون عدن 30,000 ريال. هذه جائزتك. وكل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. وكل عام وانت بخير ان شاء الله وصحة وعافية. يا مرحبا. يا حيوه. حياك الله. الله يحييك. مستمرين في البحث عمن يقرأ لنا الآيات بشكلها الصحيح. تابعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. نتعرف عليك. أنور حسين شرف. أخي أنور أنت من هذه المنطقة؟ أنا أبناء المنطقة. منطقة سنوان. منطقة جميلة. في مفهوم الهداية وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه كتاب هداية. يقول تعالى في سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اكمل لي بعدها ثلاث آيات واستلم الجائزة. ولا تهنوا ولا تحزنوا. هذه أول مساعدة أنا مش مسموح لي أساعد بس تتسهل صراحة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. الاسم الكريم؟ عبد المقبل محمد الضويع. يا عم عبد تحفظ القرآن؟ إن شاء الله. طيب في القرآن الكريم هو كتاب هداية للبشر. يقول تعالى في سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كمل لي بعدها ثلاث آيات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليتخذ منكم شهداء. الذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. هذه الجائزة 50,000 ريال مقدمة من مياه عيون عدن. جائزة العم عبدو مقبل. مبارك عليك شهرك كريم. كل عام وانتم بخير. حياك الله. إذا المشاهدين من هذه المنطقة سننتقل مباشرة إلى الاستوديو لنستكمل باقي فقرة هذه الحلقة. تابعونا. حياكم الله. من الميدان إلى المتسابق الثاني معنا في هذه الفئة، فئة مزامير داود، في حلقتها الافتتاحية ومرحلتها الأولى. كما هو الحال سنأخذ القرعة لنتعرف من سيكون المنافس لمجد غمدان. تعالوا نأخذ القرعة. طيب المتسابق الثاني معنا في هذه الليلة هو أو هي براء رشاد محمد مرعي من محافظة إب. سنتعرف على براء بالجرافيك الظاهر أمامكم على الشاشة، ثم ننقل السؤال والكلمة للجنة التحكيم وعلى بركة الله. مرحبا بك يا براء، ونود منك أن تختار النموذج الأسئلة من رقم 1 إلى 6 عدا 3. الرقم 6. السؤال الأول: اقرأ مما فتح الله عليك مراعيا أحكام التلاوة والتنقل بين المقامات بسلاسة وانسجام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا براء. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. اقرأ هذه الآية والآية التي تليها بثلاثة مقامات مختلفة. سأقرأ بمقام الكرد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سأقرأ بمقام الحجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين. سأقرأ بمقام العجم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتح الله عليك يا براء. والسؤال الثالث، اسمعنا من أول سورة لقمان إلى قوله تعالى فبشره بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الذين كفروا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا براء. استمعنا للمتسابق الثاني معنا في هذه الليلة براء رشاد مرعي من محافظة إب، وفقك الله يا براء. مشاهدينا، نتوقف قليلا في هذا الفاصل الفني ومع فقرة أناشيد زمان ومع أنشودة أحبك يا رب حب الحياة وحب الوله، أحبك حب الفؤاد الغريب يحن ويخشاك أن تخجله. سنستمع لهذا النشيد الذي هو من ألحان أبو دجانة وبصوت المنشد محمد البعداني. إذن إلى هذه الأنشودة ثم سنعود لنعرف النتيجة، من سيتأهل معنا للمرحلة الثانية لهذه الفئة، فئة مزامير داود، ومن سيغادر بالجائزة. متابعة طيبة. أحبك يا رب حب الحياة وحب الجمال وحب الوله.
أحبك يا رب حب الحياة وحب الجمال وحب الولاء. أحبك حب الفؤاد الغريب يحن ويخشى كأن تخجله. أحبك حبا كوامهجتي ولوع قلبي وما علل ولوع قلبي وما علل. أحبك يا رب حب الحياة وحب الجمال وحب الولد. حياكم الله. بعد الاستماع إلى هذه الأنشودة حان وقت معرفة النتائج بحسب ما أقرت اللجنة، ولكن قبل أن أعلن عن النتائج بالأرقام سنستمع للشيخ يوسف ليدلي بدلوه حول أداء المتسابقين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كانت تلاوة المتسابقين لهذه الحلقة رائعة، ونصيحتي لهم أن يحسنوا توظيف المقام مع ما يتناسب من معاني الآيات القرآنية، وكذلك أن يحافظوا على استقرار المقام الذي يقرأوا به. نعم. وأن يتدربوا جيدا على المقامات الصوتية والانتقال بينهم بسلاسة وانسجام دون حصول أي نشاز. شكرا شيخ محمد، الشيخ يوسف محمد علي، على هذه التعقيب. إذن بالأرقام وكما أقرت اللجنة لهذه الحلقة
في فئة مزامير داود في حلقتها الأولى من مرحلتها الأولى. المتسابق مجد غمدان والمتسابق براء رشاد مرعي. في الصوت حصل مجد على 56 درجة من أصلي 60، أما في الحفظ حصل على 19 درجة من أصلي 20، في التلاوة حصل على 18 درجة من أصل 20، والمتسابق براء حصل في الصوت على 50 درجة من أصل 60، وفي الحفظ على 18 درجة من أصل 20، وفي التلاوة على 17 درجة من أصل 20. إذا جمعنا الأرقام سنجد بأن المتسابق الأول مجد غمدان حصل على 93 درجة، أما المتسابق براء إذا جمعنا الأرقام سنجد بأنه حصل على 85 درجة. وبهذا يكون المتسابق الأول مجد غمدان هو المتأهل معنا للمرحلة الثانية من فئة مزامير داود. مبارك عليك، تفضل، حياك الله. أما المتسابق الثاني براء رشاد مرعي من محافظة أب، قد حصل على جائزة ومقدارها 150 ألف ريال مقدمة من الرشيدي للسيراميك. مبارك عليك وإن شاء الله تتوفق في مواسم قادمة، حياك الله. مشاهدينا، ما زلنا في أول السباق لهذه الفئة، فمن بين 16 متسابقا لفئة مزامير داود تنافس اثنان في هذه الليلة، وسنكمل في الحلقات القادمة التصفيات بينهم ليتأهل منهم 8 متنافسين فقط للمرحلة الثانية كما هو موضح الآن أمامكم على الشاشة. أخي افتدي فيما اهتديت محاذيا، فأكرم من في الناس من كان هاديا. ضللت زمانا لست أعرف ما الهدى، وقد كان ذاكم ظلمة في فؤادي. فلما أراد الله توفيقي للهدى أبان سبيل الحق لي وهداني. فألقيت عني ظلمة الغي والردى، ويممت نورا للهداية باديا، وصرت إلى دين النبي محمد رشيدا من بعد الضلالة داعيا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، موعدنا غدا على نفس الشاشة وفي نفس الموعد. على الخير، أراكم. We'll be right back.